تحية قائل الزيت والصابون، وماذا نرى لهذا السام الذي ما زال يتداول عند منطقة عرض قوية جدا جدا، المنطقة اللي عند مستويات ال 23 قرش لحد مستويات ال 24 قرش. ما زال عندنا وقف خسارة، هو اللي بيأكد لينا النظرة السلبية من النظرة الإيجابية. في حالة كسر مستويات ال 21 قرش تتحول نظرتنا من إيجابية إلى سلبية، لأن بمنتهى البساطة هيكون الصعود تحصل على شكل A B C، وبعد كده ننزل ناخد ضلع تاني وقبل تكملة الاتجاه الصاعد. حالة فضلنا محافظين على هذه المستويات تظل نظرتنا إيجابية، ولكن الأهم اختراق مستويات ال 23 قرش إلى مستويات ال 24 قرش بزخم والاستقرار في منه، وساعتها نبحث عن أهداف صعودية جديدة. ده اللي يهمنا في الوقت الحالي. حاليا المفروض إن أنا هنقل وقف الخسارة كمان بتاعي هنا عند مستويات ال 22 قرش، وده بالنسبة لي كمان اللي هي منطقة العنق دي بالنسبة لي. حالة كسرها بقوة، أعتقد إن النظرة السلبية يعني هتبتدي تتفاعل، ولكن تتأكد النظرة السلبية مع كسر مستويات ال 21 قرش اللي هي المنطقة دي بالنسبة لنا، وده الأهم في الوقت الحالي. حتى الآن تظل نظرتنا إيجابية طالما مستقرين في مناطق العنق اللي ممكن نشوف منها ردة فعل قوية بالاستقرار مرة أخرى في مستويات ال 24 للبحث عن أهداف صعودية جدا. كمان لو ملاحظين إحنا ما زلنا بنتداول في تريند لاين، حتى الآن لن يكسر. حالة أيضا كسر وتتعزز النظرة السلبية، ولكن أهم منطقة عندي بالنسبة لي إن أنا ألغي كل موجة الصعود دي اللي حصلت من عند مستويات ال 21 قرش، ده بالذات اللي هيأكد لي النظرة السلبية. وبالتوفيق.